صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي. اليوم ان شاء الله الصباح ديال الروتين، من بعد ما فطرنا غادي نتقداو، يعني الصباح ديال التقديه والتخمات. بغيت نتقاسم معكم هذا الروتين، تبعوا معنا. كيف كتشوفوا معنا خوتي خواتاتي، راه تقدينا الخضره فهاد الصباح هذا من بعد ما فطرنا. طبعا مهم كيف كتشوفوا معايا، اللي غادي نغسلوه نغسلوه، واللي غنديروه في الثلاجه نديروه، وجبنا الحوت حتى هو غادي يتنقى وغادي يتصاوب. غادي تتبعوا معنا الطريقه ديال السردين كيفاش غادي نخدموه، والشلاضه كذلك، وغادي نجمعوا الكوزينه. وخليوكم معنا في الفيديو، تبعوا معنا هاد الروتين حتى الاخير، وكنتمنى يعجبكم وبقاو معنا دابايا. Thank you.
بعد شدينا السردين نقيناه، حيدنا له السنسور ديالو، درنا له التشرموله اللي هي الربيع والعصير ديال الحامض والثومه والعطريه ديال الحوت، يعني الشرموله ديال الحوت. شدينا اللاطة فرشنا فيها البصلة ودرنا الحوت على هذه الطريقة، والفلفلة والبدنجال. البدنجال رقدناه في الشرمولة ديال الحوت وستفناه حتى هو حدا السردين، والفلفلة حتى هي ستفناها باش كيطيب لينا كل شيء في دقة بلا ما نبقاو نديرو كل حاجة بوحديتها، وندخلوه الفران حتى يطيب مزيان ويتشواو كيجي رائع. كناخدو البروكولي كنسلقوه في الماء، يكون ماء غليان شويه ديال الملحه ويبقى في اللون ديالو. كنشدو المقله كنديرو فيها الزيت العود، واللي ما بغاش الزيت العود يمكن له يستغنى عنها ويضيف معلقه ديال الزبده. كناخدو البروكولي من بعد ما سلقناه في الماء وشويه ديال المليحه، كنحطوه في المقيله، كنزيدو ليه واحد شويه ديال الملحه لانه راه ديجا مسلوق في الملحه، وشويه ديال الابزار والربيع والثومه، واللي بغى العصير ديال الحامض كيضيفوه، ولكن حتى الاخر اللي ما بغاش كيستغنى عنه. كنخليو واحد جوج دقائق في الكاسرونه كيتسوطيو. صافي كي كتشوفوا معايا، صافي كنخليو واحد جوج دقائق كنسوطيوه في المقيله، ما كنكثروش في العطريه باش داك البروكولي كيبقى المذاق ديالو باين، كيبقى المذاق الطبيعي ديالو باين، والصراحه كيجي رائع رائع بزاف في المذاق. كنشدو لاسيط ديالنا كنفرشو دابا يا الخضيره اللي سلقنا كامله، وكندريسيو يعني كنشكلو لاسيط ديالنا كيف بغينا، كل وحده وكيفاش كتشكلها. وانتوما معنا غتشوفوا الطريقه كيفاش شكلناها في الاخر.
الحوت كيف كتشوفوا معنا البنات، من بعد ما خرجنا وهذه الشلاضه ديالتنا اللي وجدنا، كيف كتشوفوا درنا له كل شيء، وهذه الفلفله، وهذا الحوت درنا عليه الكمون والمليحه. دابا غادي ندوزو باش نعاودو نجمعو هذاك الشيء اللي بقالنا في الكوزينه، التخمال، نكملو التخمال ديال الكوزينه من بعد ما تغدينا. كان ديباراسيو الكوزينه ديالتنا باش تبقى لينا نقيه للعشيه ان شاء الله، ونرتاحو شي شويه ونديرو لا سييست باش نستعدو للعشيه ان شاء الله عاوتاني، ونشوفو عاوتاني شنو غادي نوجدو.